طبعا زي ما حضراتكم سمعتوا كده، الآيات الكريمة تتحدث عن المشهد من أوله، من أول التحذير الإلهي والأمر بسكن الجنة هو وحواء، ومع ذلك الموضوع يبتدي يبقى فيه وسوسة على شكل نصيحة، أسئلة كتير بتتسئل. طيب الجنة دي زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، لسه في ناس بتسأل الجنة دي كانت جنة الخلد ولا لأ، أو جنة في السماوات ولا جنة في الأرض. طب إبليس رغم أنه هو خلاص العداوة كانت واضحة وربنا حذر آدم وحواء من العداوة، إيه اللي دخلوا الجنة؟ دخل الجنة إزاي أساسا؟ نسمع قصص كتيرة حوالين طريقة الدخول، هتعرض مع حضراتكم للأسئلة دي. طيب الهدف بتاع إبليس زي ما الآيات بتتكلم أنه هو عمل ده عشان يعني يوري آدم وحواء السوءات، ما هذه السوءات؟ وإيه اللي بدأ وإيه ارتباطها بالمعصية؟ ليه ظهرت لما آدم وحواء كلوا من الشجرة؟ وبعد لما ربنا بعد كده بيتكلم عن إن هو أنزل على الناس لباس ولباس التقوى خير، يعني إيه؟ أسئلة كتيرة جدا. شوف حضراتكم أنا لسه ما كملتش الآيات وقد إيه أسئلة وألغاز بتتفتح وإحنا عمالين نقرأ مع بعض. فتعالوا كده نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونشهد مع بعض وكأننا بنتفرج على القصة وعلى هذا المشهد في الجنة مرة تانية، لأنه على فكرة هو مشهد لم ينتهي، هو يتكرر كثيرا بين الذرية والذرية، ذرية آدم وذرية إبليس عليه اللعنة. تعالوا نستفيد من الدروس والعبر وناخد المشهد من أوله ونبتدي نرجع مع بعض فلاش باك. تعالوا نبدأ دكتور بسم الله الرحمن الرحيم. إزاي الوسوسة خدت شكل النصيحة رغم ان ربنا محذر آدم وحواء من ان ده عدو، فهل انا ممكن اخد نصيحة من عدوي؟ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. بعد، هذا ادعاء الشيطان، هذه ليست حقيقة، بس خد بالك الشيطان عمل حاجة بتحصل في الدنيا لما يجي واحد يقول لحد حاجة حتى لو عايز يوقعه فيها، يعني عايز يوقعه في غلطة عشان يخليه يعمل، ده انا بنصحك يا اخي اسمع كلامي، دي نصيحة، نصيح. ده شيء طبيعي. هذا ادعاء الشيطان. لكن القضية القضية في القصة دي بالذات من العبث ان احنا نحطها على مدار التشبيه او التمثيل. ليه؟ لان دي قضية اولية اوقعها الله تبارك وتعالى للتدبر عشان تبقى مناط تفادي مننا لواقع مرير عايشينه. لكن ما حدش يقول انه مستحيل بدليل انه يوسوس سواء شيطان الانس او الجن لبعض الناس ويرفضوا ويبقى كده نجح. احنا ساعات الشيطان عشان برضو يعمل لك تلبيس يوم يقول لك ايه، الشيطان لو وسوس خلاص ما وانت واقع في الماء، عشان يدخلك يجيب عدد اكبر من المغفلين ان صح التعبير ان هم يقتنعوا بكلامه. وشياطين الانس زي ما اتفقنا اخطر من شياطين الجن في كده، ودول جنود ابليس في الارض. لكن الحقيقه مش كده، بعض الناس بفضل الله تبارك وتعالى يعني ما نجح الشيطان معهم ابدا في انهم يوقعهم في ايه، في المعاصي، الا بقى اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وأنا بقول أدم قال كده إن ربك واسع المغفرة، هذا فضل الله تبارك وتعالى. طب معنى وقاسم هما احنا شرحناها قبل كده وعلاقتها بالنصيحة. بالنصيحة، شوف قاسم لما تقول أولا هي قاسمة، بعض الشراح يقول لك يعني أقسم، لا مش يعني أقسم، أقسم يعني أقسم، وقاسم أي قام بالقسم مع إشراكهما في المادة. يعني لما تقول أقسم علاء لمحمد بالله، هنا علاء بيقسم ومحمد يستمع، صح؟ صح. قاسمه علاء بيقسم وجاب رجل محمد معاه في العملية، فبقى مشترك معاه في تصديق القسم. بقى يعني لما تقول أقسم فلان لفلان، الفلان التاني ده يا يصدق يا ما يصدقش، انما قاسم يبقى رجل الابعد جت وهيصدق، لان قاسم اي فاعل، خلاهم مشتركين معاه في الايه، شوف قاسمهما يعني قسم عمليه القسم بينه وبينهم،
بينه في توقيع القسم وجاب رجلهم ان هم هيصدقوا خلاص. طيب النصيحة كانت بتتكلم على عدة حاجات مغريات، وانا عايز اسأل طب الحاجات دي ليه مسألة اغراء لآدم؟ ان هو يعني الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. لان هي دي علة الانسان في الدنيا، يود احدهم لو يعمر 1000 سنة. والف سنة هنا مش يعني 1999 الف، لا، 1000 عدد على سبيل التهوين، 1000 يعني مليون يعني مليار يعني عدد رقم للدلالة على المبالغة، على المبالغة، وعدد مفتوح لما لا نهاية. بس التوقيع القرآني كان بديع في ايه؟ في ضبط حالهم بحال الواقع. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، لان مهما كان 1000 رقم للتهويل لكن له نهاية ولا ملوش؟ له نهاية. ويبقى الدنيا مهما طالت، اسأل حد مات من عهد آدم يوم القيامة، قل له كم لبثت في قبرك؟ هيقول لك ايه؟ يوما او بعض يوم. صح؟ جبتها انت، جبت الإجابة دي منين يا علاء؟ ليه دلوقتي قلت يوما او بعض يوم؟ لان اصحاب الكهف والذي مر على قرية وهي خاوية، دول 300 وشوية وده 100، الاثنين استووا في الإجابة ولا لا؟ يعني الزمن يعطل عند النائم والميت، واقف، مفيش زمن. فلما تسأله هو مات من عهد آدم، هي بالنسبة له كأنه نام ليلة. وعشان كده خد بالك التوقيع القرآن بديع جدا، قال إيه؟ يوما ها أو بعض يوم. عارف بعض اليوم اللي هي إيه؟ اللي هي الليلة. وهو ده الغالب، هو الحساب عنده أن تملي النوم بيبقى إيه؟ بالليل. فهو لما قال يوما قالها على سبيل صيانة احتمال أن شكل السائل بيسأله عن مدة كبيرة، بس عمرها ما هتكبر عنده عن يوم. وصلت؟ يعني لما قال يوما أو بعض يوم، لأن السائل بيسأله كم لبثت، شكل السائل باستخدام كم للسؤال أن أنت نمت كتير أو لبثت كتير أو مت كتير. فالتاني بيرد، عارف، بيهول هو الآخر، بس تهويله ما يزيدش في حساباته عن يوم. والحقيقة أو بعض يوم اللي هي الليلة، لأن غالبا النوم بيبقى إيه؟ بالليل، في فترة الليل. تعرف أنا تعرضت لموقف غريب والله الأسبوع اللي فات، وتذكرت هذه الآيات. كنت راجع من الشغل تعبان جدا، فيعني عقبال لما يعني كلت لقمة واستريحت وقعدت شوية كده عشان أستعد إن أنا بقى أخش أنام شوية. كان الكلام ده بعد صلاة العشاء. فدخلت أنام، وبعد فترة صحيت. فأول ما صحيت، وأظن حد من أولادي جه صحيني، فقعدت يعني زي ما قلنا كده، احساس الزمن عطل تماما. هو الزمن ماشي، لكن احساس النايم او الميت، عايز تعرف انت قد ايه. يعني انا صحيت بالليل، اتهيأ لي لاول وهله ان هم جايين يصحوني لصلاه الفجر. ايوه صحيح، بتحصل كتير. خلاص قلت خلاص اليوم خلص والليله خلصت، ده انا كده ايه، هقوم اصلي الفجر بالظبط. فلما قالوا لي لا خلاص، ده انت يعني دي الساعه لسه 10:30. سبحان الله، ما حسيتش. ففعلا الانسان بينقطع احساسه بالزمن. انا بس انا عايز الناس تفهم حكايه يوما او بعض يوم، يعني هو بيهول الاخر، هو اللي بيجاوب بيهول، بس تهويله مش هيزيد عن يوم. لان الزمن مقطوع، فانت نواه الحساب عندك يوم. لكن الحقيقه او بعض يوم، هو دي اقرب لتصديقه من اليوم، انها ليله. يوما او بعض يوم، ليله يعني، فالزمن بينقطع. طيب احنا اتفقنا ان ده بالنسبه لادم مثل حاجه مغريه، ان هو يعني هيكون ملك. طيب مش عارف انا، انا مش ملكي. مش عايز اغلطهم، لكن طبعا ادم وحواء ما وقفوش يفكروا ان ربنا لو كان عايز يخلقهم ملائكه ما كان خلقهم ملائكه. ايه يعني بالظبط؟ ملكين او ايه؟ مساله ان تكون من الخالدين او تكون من الخلود. اه، هي بيني وبينك حياه الانسان كده. يعني الانسان لو انت قلت له تتمنى ايه، هيتمنى واحده من الاثنين دول. ما يموتش ليه؟ يا اما هو خايف من لقاء الله سبحانه وتعالى، عايز يستزيد من الايه، من الطاعات. يعني اللي خايف لان عمله مش كويس، واللي بيستزيد هو عارف قدر، يعني عرف كنه الاله الحق، فعايز يروح له بمزيد من الطاعات، وعايز يروح له بمزيد من العمل الصالح، لانه عرف كنه الاله الحق. علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه قال كده: من عرف الله خافه. يعني اللي يعرف ربنا بجد ها يخاف. ومن خاف الله امتثل أوامره، ومن امتثل أوامره اجتنب نواهيه،
ومن كان خلقه ذلك صار أعبد الناس. يا رب نكون احنا يعني من ضمن الشريحة دي من أعبد الناس. ومن كان ذلك كذلك أحب لأخيه ما يحب لنفسه فكان أتقى الناس. ده حاجة جميلة قوي. هنوقف فاصل سريع ونعود عشان نسأل مع حضراتكم هذا السؤال. طيب احنا كل الحوارات دي والنصايح والوعود اللي هي ربنا أطلق لأنها وعود مغرورة وعود بغرور حصلت ازاي طالما ان احنا عارفين ان في تحذير ان الشيطان ده عدو والمفترض ان هذا الشيطان مطرود من رحمة الله يبقى مطرود من الجنة؟ دخل الجنة ازاي وعمل هذا الحوار ازاي مع آدم وحواء؟ تعالوا نجيب عن هذا ان شاء الله بعد الفصل. اهلا بحضراتكم مرة اخرى. تعالوا نجاوب عن السؤال الشيطان دخل الجنة ازاي. وقبل ما نجاوب تعالوا نضم سؤال تاني عشان الاتنين مرتبطين ببعض. طيب هي الجنة دي زي ما قلنا قبل كده جنة الخلد ولا جنة على الارض ولا جنة في السماء؟ وهل آدم كده لما خرج منها خرج من جنة الخلد وجنة النعيم ولا جنة تانية كانت معدة خصيصا لأجل هذا الغرض لهذا المشهد وهذا السيناريو وهذا الامتحان؟ إيه القصة؟ السؤال الأول سؤال غير منطقي. ليه؟ الشيطان إذا أراد أن يوسوس لبشر مش لازم يخش مكانه، مش لازم يجي يعني يدخل يقعد جنبه. الوسوسة لو احنا فهمنا منطقيتها تأتي من عن بعد، مش لازم تأتي من قرب. يعني هو دخوله الجنة دي من اللي افترض الحكاية دي؟ ما هو آدم إسرائيليات التفسير آدم وحواء جوه الجنة. كويس. وأنا النهاردة يعني لازم أخش الشقة عشان أوسوس لك؟ يعني يا أخي ده خد بالك، ده أنتوا عاملين استشعار عن بعد وعاملين حاجات كتيرة، ما أنتوا مش متصورين المسألة دي ليه؟ الراجل اللي بيقف ينادي على الراجل من تحت عشان ياخده يروح البار ولا البتاع ولا بيطلع له الشقة، يا فلان انزل، او بيكلمه في التليفون او على الانتركام او على التليفون سماه يعني انا ما اعرفش. هم الاسرائيليات دخلت لنا مفاهيم وخلاص قفلنا دماغنا عليها، ويقول لك دخل في بطن حيه. ما دي قصص اللي بتسال عنها. يقول لك دخل في بطن حيه يعني عشان ربنا ما يعرفش انه دخل. ده كلام حد يقوله؟ هذا انا ما هو يعني من سذاجه الطرح طبعا يعني. سذاجه عرض سيء جدا. يا جماعه في الحديث المجازي عن رسول الله أن ابن آدم يجري من الإنسان إيه؟ أن الشيطان أن الشيطان يجري من ابن آدم إيه؟ مجرى الدم. الناس النهاردة بتتكلم في اللبس والمس ده كلام مجازي. يعني يجري هو بيخش جوه يجري مجرى، يعني مش قادرين نفرق بين الكلام الحقيقي والكلام المجازي عشان غالبية الناس ما درستش لغة، وده مش عيب، لكن العيب إن احنا نقفل دماغنا على مفاهيم إيه؟ خاطئة. الكلام المجازي كثيرا ما يقع في القرآن، والكلام المجازي كثيرا ما يقع في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي القضية اللي هم بيخلطوا فيها وبيعرضوا لأحاديث إن دل شرحهم لها إنما يدل عن غباء عميق وعدم درس للغة وعدم فهم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكلام القرآن. ولو أننا اشتغلنا في مجاز القرآن نحل القضية. ده علمك القصه كبيره جدا. يقول لك ده هو استخبى في بطن الحيه. استخبى من مين؟ هو ربنا مش شايفه؟ استخبى من مين؟ قول وقف. وبعدين ربنا بعد كده العاقب الحيه انها كانت لها ايدين ورجلين وكده، فربنا عاقبها وشال منها الكلام ده، قال لها على بطنك تزحفين. انا عايزك تفهم حته، اللي يصدق الكلام ده ما بيقللش من شأن الله؟ يعني لو انت صدقت الكلام ده تلقائيا العقيده حصل فيها ايه؟ قلت سقوط. انك انت صدقت انه في لحظه استتر عن رؤية الله تبارك وتعالى، وبعدين لأن الحية سطرته فالمولى بيعاقبها، إذن المولى غفل في لحظة، وهذا كلام غير منطقي. الله تبارك وتعالى مهيمن يحيط بعلمه كل شيء، ولذلك أنا بقول لهم تدبروا هذا الكلام. أنا سمعت الكلام ده على منبر جمعة، يعني ده الشيء المؤلم، ده الشيء المؤلم على منابر الجمعة يقال هذا الكلام. طب العقيدة هنا يحصل لها إيه لو واحد قاعد صدق الكلام ده؟ حصل سقوط في العقيد، إن أنت تسرب إلى نفسك إن المولى بيعاقب الحية علشان سطرت إبليس ودخل، يبقى هو ما شافوش سبحانه وتعالى جل شأنه حشاه. كلام غير منطقي. قصة الحقيقية أن الوسوسة تأتي من على البعد، والنداء يأتي من عن بعد، وإبليس مش محتاج يخش جوه يقول لك مس وملموس وجوايا وبيتكلم وبيعمل كلام، كله كلام. ده كلام مجازي يا جماعة، ده كلام مجازي مش حقيقي.
والمجاز لا يقع موقع الحقيقة إلا في الحق، إلا في الفهم، إلا في توقيع اللغة، مش في الواقع. يعني المجاز يقع موقع الحقيقة في فهمك أنت للقضية، إنك تفهم لازم المعنى، إنما ما يقعش في الواقع. طيب أنا عندي مشكلتين. بقول المشكلة الأولانية في صياغة في الآيات. اتفضل. إحنا اتفقنا في اللغة هذا أو هذه للقريب. صحيح. كويس. وتلك أو تل. ذلك أو تلك للبعيد. كويس. كلام إبليس بيستخدم فيه ذلك، وكلام المولى سبحانه وتعالى بيتكلم تلكما. هقول هفسر كلامي. الشيطان بيوسوس وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تبص هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون الخالدين. يبقى المنطق البشري بتاعنا بيقول إن هو كان واقف جنب الشجرة جنبهم بيقول لهم الشجرة دي اللي بيشار عليها. لا، هي قريبة. هي هذه لقرب الشجرة منهما. منهما. وده يبين لك إن هم خلفوا أول تنبيه. ما هو ده بقى مش لا تأكل. لا تقرب. لا تقرب. يبقى دي تحقق وقوع المخالفة الأولى من آدم وحواء. بالظبط. ما ده دي كانت مشكلة تانية. وعشان كده بقى راحوا موقعين. راحوا موقعين. لأن المولى لما قال لك، قال لك ما تاكلش ولا ما تقربش. ما تقربش. ما تزنيش ولا ما تقربش. ما تقربش. ولا تقربوا إيه؟ الزنا. مش ولا تزنوا. ولا تأكل. ولا تقرب. ولا تقرب. احنا أنا مش أنا حكيت لك حكاية، قلت لك وأنت خارج خدت الجهاز حطيته جوه صندوق جوه الدولاب وقفلت عليه، وقلت لابنك مش ما تقربش من الجهاز اللي جوه الصندوق اللي جوه الدولاب اللي جوه الاوضه، قلت له ما تقربش من الاوضه. يبقى انت عملت له صيانه احتمال انه ما يقعش في المعصيه. الولد عمل ايه بقى؟ انت لما قعدت تقفل ده جوه ده جوه ده اثرت ايه؟ حاسه الفضل، الفضول عنده. وعايز ايه؟ فاول حاجه يعملها يفتح باب الاوضه، وبعدين يقعد يحرجم حوالين الدولاب كده، وبعدين يفتح الدولاب، وبعدين يفتح الصندوق. نهايه ده ايه؟ بفتحه الباب الاوضه هيجي الجهاز، هيمسك الجهاز فينفجر فيه، فيعطله، فيحصل حاجه اللي انت خايف ايه عليه منها. انت بدات نهيك بايه؟ ما تقربش من الاوضه. لو سمع كلامك ربنا ستر. ما سمعش كلامك بفتحه باب الاوضه يبقى هيوصل للجهاز مرورا بكل اللي مقفول ده. وعشان كده لما تقول انت هذه على لسان ابليس يبقى هم قربوا ولا ما قربوش؟ يبقى هم كانوا اوريدي قربوا ووقفوا قريب من الشجره بس كده خلاص. لكن لما رب يوصلوا للناس وقوع الانسان مننا في المعصيه، لانه بيعمل ايه؟ من حام حول الحمى وقع فيها. ربنا لما اتكلم عن نفس الشجره وبيقول وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما ساعه امرت سبحانه وتعالى كنت بعدكم عنها، انتوا اللي قربتوا، انتوا اللي خليتوا البعد ده قرب. وعشان كده وقعتوا. وعشان الكلام بقى لمن يتدبر. ما هو شوف انت دلوقتي عملت ايه؟ عملت عمليه ايه؟ عملت عمليه تدبر. فهمت؟ فلما تدبرت قلت يبقى لما ادم قرب وقع. يبقى انا ما قربش من المعاصي. ما يقولكش الشيطان ايه؟ انت عارف كان زمان والله بيعرض كده واحد صديقي، يعني يقول لك اصل انا لازم اروح البار ده علشان اشوفهم هما بيعملوا ايه، عشان لما تتعرض عليا المعصيه. قلت له يا اخي والله انا مانيش رايح، ومش ولا محتاج يعرض ولا ما يعرضش، وانت ايه اللي يوديك؟ فلما راح شرب. ما هو الاول قال له لازم تروح عشان تعرف، ولما راح قال له لازم تدوق عشان تعرف، ولما داق وقع المحظور. انما المساله عايزه تدبر. شوف في كلام الحق تبارك وتعالى كانت الشجره بتوقيع البعد، وفي كلام ابليس هذه قربوا منها. فكان سهل ان هم يقعوا في المعصيه. عايزين ندي بقى نصيحه خصوصا لشبابنا دلوقتي، مع طبعا تاخر سن الزواج وصعوبه الحصول على مسكن وما فيش شغل والدنيا شكلها كده ما فيش جواز قريب بالنسبه لشريحه كبيره، ده يمثل نوع من الكبت خصوصا بالنسبه للعواطف والرغبه والجسديه. أنا لا اعتبر هذا علاء. لا أنا هو واقع يا دكتور، هو واقع كويس. هذا الواقع فضل من الله. ليه بقى؟ هقول لحضرتك النهارده لما تكون الامور في ابتلاء انا معايا مناطه فده فضل من الله. يعني بمعنى ايه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام
قبل اللي حضرتك بتقوله اللي هو واقع مسلمين بيه كلنا من 14 قرن ونص، قال ايه؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج وإلا فليصم فإن الصوم له وجاء. حلو؟ الرسول قال هذا الكلام في عصر كنت بروح سلام عليكم وعليكم السلام، زوجني زوجتك يلا، صح؟ آه. حافظ قرآن ده المهر، ما عنديش خدها. إنما الرسول قال الكلام ده باستشرافه الحاضر المستقبل. استشراف المستقبل عند الرسول خلاه يقول كده. أنت لما تفهم كلام الرسول وتلاقي شاب عصم نفسه وصام وأصر وبعدين راح ربنا مرزقه بواحدة 10 على 10، اللي استعجل وراح واقع في واحدة وراح مطلقها أو وقع في الزنا أو يعني أنا حتى أنا الأول بتكلم على توقيع الزواج، أنت مستعجل على إيه؟ خليك يا أخي، دي فرصة استزادة من الطاعات، فرصة استزادة من إنك تقول يا رب أنا ماسك على ديني، فرصة جات لك. والفرصة دي جمالها في إنها مفروضة عليك أنت لا تسعى إليها، يعني اللي أنتوا واخدينه على إنه واقع مؤلم يا أخي خده من الجانب الكويس. اصبر واشتغل. أنت لما صبرت كام سنة؟ صبرتهم في طاعة ولا في معصية؟ في طاعة، فأنت لك الجنة، أنت لك اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض المشاهدين يقول لك إيه هو بيقول كده عشان هو متزوج ومش عارف إيه وبتاع، لا مش حاسس بالنار اللي إحنا فيها. لا يا أخي أبدا. طب ما هو طب خليك طب يعني شوف كنت زمان بعمل بحث على الأمثال الشعبية إن لها واقع من الأحاديث القدسية أو من القرآن أو من الحديث النبوي، فلقيت مثل شعبي علاء في الأرياف في منتهى الإبداع، بيقول صاحبه إيه؟ بيقول، والإخواننا المشاهدين اللي هم من أرياف هيعرفوا الكلام ده، يقول لك إن صبرتم أجرتم وأمر الله نافذ، وإن ما صبرتم كفرتم وأمر الله نافذ. فخليك واعي وفوتها. مش كده؟ وصلت ولا كده كده امر ربنا هيتم. برافو عليك. خد بقى شوف 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 المثل، انا هقول المثل ولا هقول لك الحديث. ان صبرتم يعني صبرتم يعني، بس هم بيقولوها بالطريقه الفلاحي شويه. ان صبرتم اجرتم يعني خدتوا الاجر اجرتم يعني وامر الله نافذ. وان ما صبرتم كفرتم وامر الله نافذ. هو في الحالتين ايه؟ لما تشوف النتيجتين ايه؟ نافذ. خليك واعي. والبسل للشعب الثاني، ان فات عليك الغصب اعمله جوده، خليك واعي. صح؟ اسمع الحديث القدسي بقى. الحق تبارك وتعالى يقول لك عبدي انت تريد وانا اريد، سبحانه وتعالى. يعني انت لك اراده، اتكونت الاراده دي من وقعك، وهو سبحانه وتعالى له اراده، انت تريد وانا اريد. فاذا رضيت بما اريد اعطيتك ما تريد، وان كفرت بما اريد منعتك ما تريد، ولا يكون الا ما اريد. يبقى المثل الشعبي جه منين؟ من واقع حديث. انت لازم تسلم لامر الله. يعني اللي دلوقتي قالوا ايه؟ هم بيقولوا كده محمد وعلاء عشان متجوزين ومش عارف ايه. يا اخي لا، ده واقع حال. واقع ولا مش واقع؟ واقع. انظر اليه من الجانب الايه؟ المضيء. زي حكايه نص الكوبايه. واتنين يبصوا، واحد يقول لك نصها فاضي والتاني يقول ايه؟ نصها مليان. ده بياخد الجانب اللي ينفعه. طب انت قلت فاضي. طب احنا لما بنقعد في قاعده بنتكلم عن حاله البلد وعن وضعنا، تلاقي واحد مسودها وقافلها سودة ضلمه كحلي، مفيش قدامك لو قاعد في الدور ال20 ترمي نفسك من البلكونه. وواحد تاني ربنا مديله من الـ من الـ من العلم، يعني يقول لا يا جماعه الوضع سيء لكن ما هوش مستحيل، فيعطيك امل، ياخد بايدك، يخليك حتى مروح بعد القعده دي عندك ايه؟ وعندك استعداد انك تحاول تقضي على السلبيات، يعني تغير. عندك الأحسن. عندك استعداد انك ايوه ان كان في حاجه تتصلح. لكن لما اقعد اقول لك دي مش فايده ودي ما فيش فايده ودي متنيله ودي مقفوله ودي مسدوده، ارمي نفسك من هنا. انا كنا قاعدين في قعده قريب في اسكندريه ومعانا مجموعه من اهل العلم يعني، ولقيت الجانبين، واحد عمال يتكلم، قلت له عارف احنا ما فيش قدامنا غير من هنا اهو. الاستاذ الدكتور عكاش عبد العال نائب رئيس جامعه اسكندريه، كنا بنتكلم، فالراجل بيدي عارف كل شيء يفتح لك فيه ايه الجانب اللي هو يخلي علاء زي ما انت قلت عنده ايه امل. اصلك انت لما تسودها خالص مفيش جواز والعمليه مش عارف ايه والعمليه، يا اخي اسعى. انت مفيش جواز ليه؟ عشان ما عندكش.
وما عندكش ليه؟ عشان ما بتشتغلش. ما تجيش بقى واحد يقول لك اصل انا بشتغل وما فيش، لا اشتغل وسعى وحاول. عارف ربنا لو انت خدت الجانب لاخره ربنا يبعت لك حما كده يقول لك تعالى يا ابني انت عايز ايه؟ عايز تتجوز؟ مهرك قد ايه؟ ما يقعدش بقى يقول لك عايز وعايز وعايز، لا يوفق المساله. بس انت خدت بالسعي، بس انت خدت الجانب اللي قاله الرسول عليه الصلاه والسلام. شوف من صبر على طاعه يسر له الله ما كان مستحيلا عنده. يعني اذا انت قلت الرسول قال كده، مش ده كلام الرسول ولا انا بجيبه من عندي. قال يا معشر الشباب في وقت انا بقول لك خد بالك كان الجواز سهل. يبقى الرسول قاله عشان الوقت ده ولا عشان احنا؟ قال من استطاع منكم الباءة يبقى هذه القضية فليتزوج وإلا فليصم. وكلم أهل الزوجة وقال لهم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، اللي هي الزنا وفساد كبير. يبقى الرسول قال دي وقال دي، إدى الشباب مناط الصبر وإدى الأهل الزوجة مناط الإيه؟ العمل الصحيح والتدبر عشان يزوج ده. بس انت اصبر، انت عايز. بص علاء، احنا مستعجلين حتى على الصبر. يعني الصبر بقى عندنا عامل زي الفاكهه، زي الحاجه النادره، انت فاهم؟ مع ان فاكر زمان واحنا بنحقق قلنا ايه؟ قلنا الصبر مناط كل عمل. صلاه من غير صبر، زكاه من غير صبر، صيام من غير صبر، حج من غير صبر، دي العبادات صح. خش على المعاملات، لما يجي لك واحد يجهل عليك ان لم تصبر هتجهل عليه، انما لو صبرت هتفوت المسألة. يعني الصبر ده أنا شايفه ركن ركين في أي عمل ناجح. تمام. لما نرجع من هذا الفاصل يعني هنفتح برضو النقاش حوالين إيه أهداف إبليس من هذه النصيحة الغرورة طبعا غير الصادقة. لكن طبعا لازم أفكر حضراتكم برضو بالنصيحة اللي احنا عايزين نقولها المخلصة الصادقة بقى لشبابنا. زي الدكتور ما قال، انت هدفك مش بس ان انت تدور على اطفاء للشهوة، انت هدفك ان انت تبني نفسك عشان تكون صالح، ان انت تبني أسرة وتتزوج وتعف نفسك وتحصن نفسك. لكن زي ما اتفقنا اول درس اهو، لو هتقرب هتقع. ما تقولش معلش طب انا يعني ايه، شوف واحدة كده ظريفة قريبين من بعض من احلامنا مش عارف ايه وهنخرج نتفسح مع بعض، لكن مش هنروح شقة مع بعض ونزني والعياذ بالله، لكن مفيش مانع امسك ايدها، او لو احنا قاعدين في العربية على الكورنيش في الضلمة كده مفيش مانع ان انا اقبلها، دي بوسة بريئة عشان انا بحبها. مسكة ايد، هتجيب القبلة، هتجيب الاحضان المحرمة، هتجيب الزنا والعياذ بالله، لان اللي هيقرب هيقع زي ما اتفقنا. وادي اول درس اهو من هذا المشهد، هنعود للمشهد مرة اخرى بعد هذا الفاصل فتابعونا. اهلا بحضراتكم مره اخرى. تعالوا نرجع للمشهد ونتكلم عن اهداف الشيطان. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. اولا ايه هي السوآت؟ وليه كان ده هدف؟ يعني يعتبر الشيطان هدف ان هو حققه ان هو عايز يفرجهم هذه السوآت ليه؟ لا هي مش كده الايات تشعر بذلك. لا شوف، اولا انا عايز اللي يستقر في عقيدتنا جميعا يا علاء، عشان انا كنت بناقش مره بعض الشباب فلقيتهم فاهمين القضيه برضو ناقصه. قال لك ان ربنا حذر، لان خد بالك ما بنقراش القران كله. قال لك وربنا قال ما تاكلوش من الشجره، بس ما قال لهمش لان الشيطان وحش وعدو. يا جماعه ده موجود في قلب القران. الم يقل الحق تبارك وتعالى لادم بقول صريح كده، قولا صريحا مش عايز اي مناقش، ان هذا عدو لك ولزوجك. يعني انا زمان كنت بقول ايه؟ كنت بقول لو ربنا ما قالش الآية دي طب ما هو رفض يسجد لك يا آدم، ولما تسأل أعلن العداوة هو، ومع ذلك قالها الحق تبارك وتعالى إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما، مش فلا يوسوس لكما. أهي دي عاملة زي اللي يبدي، لو أنتوا فهمتوا توقيع القرآن، يعني خد بالك يا آدم إن سماع كلامه كده وصلت أنت هيخرجك. يبقى اللي يبدي دي ده لم دي لم إيه؟ لازم نفهم ليبدي ده، دي النتيجة. هو أساسا هدف إبليس إنه يبدي ولا يوقعهم في المعصية وإن شاء الله ما يبدي ولا ما يبدي؟ لا ما تفرقش مع إبليس. هو عايز يوقعهم في المعصية، لكن وقوعهم في المعصية بعد تحذير المولى عز وجل له نتيجة. فالآية بتقول لك إيه؟ إنك لو سمعت كلام إبليس هتصل إلى النتيجة بالواقع بالقطع.
يعني انت بمجرد سماعك الوسوسة انت مش هتقع في المعصية، ده انت هتحقق النتيجة. النتيجة دي ما كانتش هدف إبليس، هدف إبليس انه يوقعك في المعصية، مش ان هو يعني تظهر يعني السوءات. هقول لك على حاجة برضو عشان نفهمها اكتر، هدف إبليس ان ادم كان ياكل من الشجرة ولا يخرج من الجنة؟ يخرج من الجنة. لا، واحدة واحدة معايا بس يا دكتور. اه والله بالراحة عشان نفهم دي. الخروج من الجنة يا علاء جزاء. انت خلاص فهمت. هو لا يبتغي اصل الجزاء، يعني هو في امر من المولى بالظبط، كان كل هدفه عصيان الامر بس، عشان النتيجة ايه والله ما تفرق معاه، عشان يتساوى هو من وجهة نظره ان ابليس عصى. انا عصيت وانت اهو، انت جبت المناطق وصلت كده. بص علاء، هو ما تفرقش معاه النتائج، لان النتائج عنده مضمونة، لان الجزاء مترتب على العقوبة. يعني اسف، الجزاء مترتب على المعصية. لان لا عقوبة الا بذنب، ولا ترفع الا بتوبة. فهو عنده شغلتين، يوقعك في المعصية وما يخليكش تتوب. خد بالك من دي الاتنين، خدوا بالكم من دي. لو خدتوا بالكم من دي هتفهموا الآية، هتفهم يعني ايه ليبدي. في الحقيقة هو ما تفرقش مع النتائج. بمعنى ايه؟ تعالى لواحد مننا عايز يفرق بين وسوسة نفس ووسوسة شيطان، هتلاقي ايه؟ النفس تقول لك اسرق، تقول لها لا حرام، تقول لك حرام ليه؟ ده حكومة مش عارف ايه وبلد ايه مش كده؟ والناس مش هتبقى، حدش هيشوفك، تقعد تديك مبررات الوقوع في المعصية ده اللي هي السرقة، لان هي اشتهت السرقة صح؟ يبقى النفس تصر على معصية بعينها. تعال بقى للشيطان، اسرق، تقول له حرام، ما يناقشكش، اكذب، حرام، اذني، عايز ايه؟ اي معصية، لان اي معصية نتيجتها مضمونة عنده، هو عارف ان ربنا هيعاقبك عليه، في جزاء. ما يفرقش، صدقني معاك جزاء، ما يفرقش انت خدت بقى 3 سنين شغل ولا 5 سنين 7 سنين 3 سنين، فاهم انت ازاي؟ هو اللي تفرق معاه وقوعك في المعصية، انه يغلطك. فالقرآن يعبر لك عن قضية في منتهى الابداع، ان مجرد سماعك كلامه مش هتوقعك في المعصية، هتوصلك للجزاء، فاجتنب. وانا عشان كده قلت لهم لشبابنا اللي كانوا بيقولوا لي كده، قلت لهم لا طب اقروا كده ان هذا. فواحد منهم قال لي يا خبر ابيض، يعني في كده كمان؟ ده يبقى هذا غلطان، اهو ده فهم القضيه. يعني ده المولى عز وجل علاء مش قال له بس ما تاكلش من الشجره، ده قال له ما تاكلش من الشجره، واللي هيوسوس لك مش اي حد، ده عدوك اللي ما رضيش يسجد لك، وده مهمته انه يخرجك. بس في القضيه ده في الجزاء، هو مهمته الحقيقيه انه يعمل ايه؟ يوقعك في المعصيه. كويس، ايه هي السوءات وظهرت ازاي؟ هذا الكلام كلام مجازي، معناه انك ان لم تستمع الى كلمات الحق تبارك وتعالى واوامره يحصل لك شيء انت مالكش يد فيه. بمعنى ايه؟ ساعه ما كان في الجنه، كلام العلماء هنا كتير جدا على فكره، وبعضهم قال ان 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 الجسد كله كان مغطى باللي زي الضوافر كده، يعني في طبقه مغطيه كل البدن بما فيها الايه؟ العورات. هي عشان انت تطمن وساده مش هي كلمه سوءه بواقع الحال فيها، هي سوءه بما فيها، يعني البراز بيخرج منين؟ من هذه العوره، فهي سوءه. البول والبتاع يخرج منين؟ من هذه العوره. فانت عندك عورتين، وحواء عندها عورتين، ولذلك السوءات هنا اتجمعت. العورتين دول كانوا من غير ما يكون انت ليك دخل متغطيين، لما عصيت غطيهم انت بقى، انت اللي غلطت. وعشان كده قلنا السؤال بقى اللي الشباب سألني عليها وموصيني ان انا اقوله، الجنة دي جنة الاخرة، جنة الجزاء؟ ها، لا يمكن. ليه لا يمكن؟ التوبة اتقبلت ولا ما اتقبلتش؟ اتقبلت، ما كانش خرج منها. يبقى هو اتحضر لمرحلة جديدة ولرسالة جديدة كده، عشان يوصل بقى لجنة الخلد. أولا جنة الخلد جنة ما فيش منها خروج، جنة الخلد معطياتها غير معطيات جنة آدم في الجنة دي، إن لك ألا تجوع فيها. يعني أنت عايش بالإيه؟ تاكل وتشرب وما تصيبكش إيه؟
حر الشمس، إنما جنة الخلد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، دي حاجة تانية خالص. وأنا بسأل لو هي جنة الجزاء، يا ربي أنت قبلت توبتي، طب خرجتني ليه؟ لأن دي مش جنة جزاء، أنت التوبة اتقبلت آه، بس أنت أساسا أول إخبار عن آدم في القرآن مهمته إيه؟ إني جاعل في الجنة في الأرض. ولا في الأرض؟ يبقى الجنة دي جنة في الأرض مؤقتة. وهذا يعني في ناس معترضة معانا بتختلف معانا، طب يا أخي أنت اخترت الرأي الثاني، إحنا اخترنا هذا الرأي، هم رأيين، رأي بيقول إنها في السماء ورأي بيقول إنها إيه في الأرض، أنا اخترت ده، أنت مزعل نفسك ليه؟ لأن أنا لا يتسق عندي أنها جنة الجزاء، لأن جنة الجزاء ما تبقاش غير بعد إيه؟ ما تقوم بمهمة اللي هي الاختبار، اللي هو الاختبار، صح؟ لو إنها جنة الجزاء بقى، يا رب أنت قبلت التوبة ولا ما قبلتهاش؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، لو هي جنة كده ما كانش خرجوا منها بقى، لأن التوبة اتقبلت، إنما رغم قبول التوبة قال له إيه؟ انزل، اهبط، النزول هنا مش من السماء، نزول، أنا قلت انزل بمعنى إيه؟ درجة، منزلة، منها حكاية السوقة دي، السوقة كانت متغطية من غير أنت ما تتدخل. طب هل معنى كده إن آدم وحواء في هذه الجنة المؤقتة كانوا واخدين بعض صفات جنة الخلد، اللي هي الإنسان فيها يأكل ويشرب ولكن لا يحتاج إن هو يدخل الحمام ولا يبقى فيه فضلات ولا مخرجات؟ دي جزئية في منتهى الجمال وفي منتهى الذكاء لو أنتوا فكرتوا فيها. ليه لما كان في الجنة اللي هي جنة التدريب وما تفهموش كلمة الجنة على إنها جنة الخلد، ليه لما كان في الجنة ما كانش محتاج لإخراج؟ لأنه كان سامع كلام المولى عز وجل. فلما عصيت يعني كنت بتاكل في حدود اللي ما تعمل لكش إخراج، كأن الشجرة دي مسألة امتحان بس علاء، ملهاش. أنا زمان سألتك سؤال وانت جاوبتني عليه، آدم لما كان من الشجرة هو وحواء مات؟ لا. اتسمم؟ لا. الشجرة دي ما فيهاش حاجة غير إنها اختبار. فلما كل منها يبقى ما سمعش كلام المولى عز وجل، يبقى آدم ما سمعش كلام المولى عز وجل، أنت اعتمدت على 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 الله ولا على نفسك؟ في المعصية؟ آه. على نفسي. يلا شيل بقى. وده سر هبطه منها. وقال له جملة لو إحنا حققناها نلاقي واقع حالنا. قال له فلا يخرجنكما، ذكر وأنثى، من الجنة فتشقى. ذكر يا آدم، آدم بس، أي آدم يعني، فتشقى أي آدم. وحواء معززة مكرمة وسيادتك اللي هتشيل. وهذه الجملة واقع حال النهاردة، غير المسلمين عايزين يشيلونا إحنا، غبائهم في فهم القرآن وإن هم مش فاهمين الإسلام قرم المرأة إزاي. بالله عليك لما الإله الحق يقول لك في محكم التنزيل فلا يخرجنكما من الجنة اللي كنتوا انتوا الاثنين ما بتتعبوش فيها، فالتعب هيبقى لمين؟ فتشقى. ولم يقل سبحانه وتعالى فتشقيا، ويقول لك الإسلام ظلم المرأة ومش عارف. تفهم إزاي؟ ده أول حاجة تفهمك إن هم مش فاهمين. وإن لما يقول لك الإسلام يا أخي استحي، هذه هي رسالة الإسلام، القرآن رسالة الإسلام. وعلى فكرة دي أول عملية على وجه الكون والأرض بدأت بمعصية وتوبة من الله. والبديع في الأمر إن النص القرآني يبرئ حواء، إحنا المسلمين اللي بنكرم حواء، هما بيلصقوا بها التهمة، يقول لك خرجته، خرجت مين؟ مين اللي خرجته؟ يقول لك حواء خرجت آدم من الجنة، وهي استجابت الأول لإبليس وبعدين أمرته أو حتله فكل. لا، الكلام واضح، ألف وسوس لها ولا لهما. وعلى فكرة إنصافا لحواء أيضا بعض الآيات فوسوس إيه؟ إليه، يبقى لوحده، والراجل هو اللي يشيل في البداية، لأن التكليف الإلهي للرجل بأنه هو اللي يفرض مناط الطاعة في البيت. أما هو في من ضمن الآيات قال يا آدم هل أدلك على شجرة الملك، آدم لوحده مرة فوسوس إليه وقال يا آدم. ولما يقول يا آدم، لو أنتوا فاهمين النص القرآني يبقى يا حواء معاه. بدليل اعتبار إيه؟ إن الذين آمنوا رجال؟ لا، رجال وسيدة، مش كده؟ يبقى كلمة الذين لما تتقال أو آمنوا لما تتقال مطلقة على الرجل تشمل إيه؟ الرجل والمرأة. لكن لما تتقال على المرأة تبقى المرأة بس، تبقى للست بس.
لما تجيب تاء التأنيث تبقى للمرأة بس. وأنا أرجع تاني وأقول حواء لا دخل لها بمسألة الوسوسة. الوسوسة كانت إما لآدم باعتباره مسؤول عن حواء يعني للاثنين أو للاثنين مع بعض. لكن في الحالتين كان عبء الرفض على مين؟ فرض على آدم بدليل نص القرآن فلا يخرجنكما فتشقى. يبقى اللي كان يدافع عن القضية دي مين؟ آدم. كان آدم يقعد كده. وأنا زمان قلتها على فكرة عايزها تتطبق في بيوتنا. لو في مشكلة في البيت أو في أمر معروض على البيت، لو قعد الراجل والمرأة بعقل وقلب واعي يسلم أحدهما إلى الآخر فيما يراه حقا ويتشاوروا ما يغلطوش. إنما عيب الاثنين إن هما تشاوروا؟ لا، ما تشاورلوش. كلوا كلوا، وانت اللي قلت هذه وتلكما كانت عند قول الحق تبارك وتعالى كانت بعيدة عنهم. لو سمعوا الكلام كانت بقت تمام، لا تقربها. بس برضو مستحيل انها كانوا ما يسمعوش الكلام. نرجع تاني الى ما قضى الله به ازلا لابد وان يقع. وده سر ان المولى عز وجل ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال فحج ادم موسى حجته بليغة. حجة ادم قال له دي حاجة مكتوبة علي اساسا وانا تبت والمولى قبل التوب. ولما نزل خد النبوة ولا لأ؟ خد النبوة. ده سؤال تاني كان جاي لي من أحد ولادنا. آدم نبي، قول له هو نبي قبل التوبة ولا بعد التوبة؟ بعد التوبة. بعد التوبة. تمام. طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. أنا بقف عنه. طفقا ده فعل شروع عشان تطمن. يعني شرعة بدأوا يعني. يخصفان بقى ده كلام جميل جدا. إيه هو الخصف ده؟ ده عرفت يقول لك بيرقع. عارف الرقعة؟ السوبي لما يتقطع خد بالك كده مثلا يتقطع كده عشان أجيب له رقعة، الرقعة لازم تبقى إيه؟ أكبر من الإيه؟ من الثقب عشان أعرف. لا عشان أغطيه. بالظبط. يعني لو جبت له حاجة أصغر إذا إنه مقطوع. واضحة دي؟ هنا بقى حكمة المعصية والتوبة. لازم التوبة تشمل المعصية، لأن كلمة يخصفاني عليهما من ورق الجنة لازم ينقي ورقة إيه؟ أكبر من العورة. أو يحط ورقتين. لازم العورة تتغطى. ولذلك في مثل يقول لك إيه؟ اتسع الرقع على الراقع. معناها إن خلاص القضية دي يعني مش هينفع بقى، مش هيعرف يصلحها. أكتر القطع والخسائر أكبر من ناحية مش هيعرف الصلح. يخصفها. مش هيعرف يغطيها. فهذا عشان كده خلي من ضمن ان التوبه تغطي المعصيه انك تتوب بسرعه، وانك تتوب توبه نصوح، وانك بجد تعمل حاجات تبين ان التوبه دي بصدق. سماها الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل التوبه الايه؟ النصوح. ايه التوبه النصوح يا علاء؟ اللي ما فيهاش شوائب. ايه شوائب دي؟ اصل كلمه نصوح جات من كلام العرب زمان، نصح العسل. فهو عسل بدون غش، لا في سكر على مية ولا في شوائب. يقول لك نصح العسل، يبقى ده عسل مية مية. فهم ازاي؟ فهم. اتخذت منها التوبة الصادقة وتسمت التوبة الايه؟ النصوح. النصوح اللي هي وانت بتتوبها عاقد العزم لا ترجع للمعصية دي ولا لغيرها. تمام. احنا كده وقتنا خلص، واحنا بسرعة كده ايه خدنا جزء من المشهد. لكن تعالوا نتفق ان احنا ان شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم عن معنى قد يبدو في بعض الفلسفة معنى فلسفي شوية. والفلسفة على فكرة حاجة مش وحشة زي الناس ما بتظن. لحد بيكون بيتكلم أو له حجة كده وبيحاول يقنع الآخرين بيقول لك أنت هتتفلسف، كأنها شيء مذموم. بالعكس، الفلسفة هي وجهة نظر وهي رأي واجتهاد في أمر ما. المهم إن احنا نبقى فاهمين. طب إيه اللي احنا عايزين نتكلم فيه؟ قضية التقوى. نفرد الحلقة القادمة للمعنى الفلسفي لقضية التقوى، خصوصا إن في آخر هذه الآيات بعد ما ربنا بيعاتب آدم وبيعاتب حواء بعد ما وضح لهم عداوة إبليس، بيتكلم مش بقى لآدم وحواء. خدوا بالكم إن الحوار يعني انتقل لينا إحنا للذرية. يا بني آدم. وده علاء ملمح مهم لازم نفهمه، لازم نتدبره. إيه اللي نقل الحوار؟ إيه اللي نقل الحوار من آدم وحواء بقى لينا إحنا؟ إن ده بقى ليك. لأن لما أنت عشت كذرية اوعى تعمل زي ابوك، مش كده؟ بالبلدي. تمام. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير.
تمام. دي عايزة ساعة، دي عايزة لوحدها واقفة. عايزين نشوف ايه هو لباس التقوى. الاول اتكلم عن ان اللباس العادل بمفهومه المجرد الواضح اللي بيواري السوءات ويداري والريش وما الى ذلك من الالبسة والحاجة اللي ممكن نسميها رداء. اما ايه هو بقى لباس التقوى وازاي نحصل الانسان عليه يكون مستتر بهذه التقوى وبهذه الحالة من التقوى، ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه ان شاء الله في اللقاء القادم. الحديث ما زال متواصلا، والمشهد ما زلنا نعيش ونستحضره في الوعي والذاكرة حتى نخرج بالدروس والعبر وحتى يتحقق هذا الخطاب لبني آدم: خدوا بالكم ما تقعوش في الغلط اللي وقع فيه الأب أو الجد الأكبر آدم عليه السلام. نلقاكم في اللقاء القادم بإذن الله وفضله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.